باسمكم جميعا نرحب بخنساء فلسطين ام الشهداء واخت الشهداء وخنساء فلسطين التي قدمت فلذات اكبادها من اجل تراب هذا الوطن، قدمت اخيها شهيدا وقدمت اولادها الاربعه جمعه ويوسف ويحيى وعمر، قدمت ارواحهم رخيصه من اجل القدس ومن اجل فلسطين. فباسمكم جميعا وباسم حركه التحرير الوطني الفلسطيني فتح اقليم الوسطى منطقه شهداء المغاصي ومنطقه الشهيد خالد الحسن وباسم الدكتور احمد ابو هولي عضو اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه ورئيس دائره شؤون اللاجئين، نرحب بهذه الاخت المناضله خنساء فلسطين. Yeah.